يقول لي شقيق قاطعني منذ 10 سنوات أسلم عليه ولا يرد، والسبب أنني تزوجت من امرأة لا يريدها لي. هذا ينظر فيه، المرأة هذه ربما عليه ملاحظة عليها، وما أنك تزوجت امرأة لا تصلح لك، عليها ملاحظة من ناحية دينها، ينظر ما هو العذر الذي من أجله نهاك عنها. إذا لم يكن فيها عيب وليس فيها محذور في دينها فهو على غير حق في نهيك عنها، وأن سلم عليه ولو لم يرد عليك، سلم عليه لتؤدي الذي عليك، وهو عليه ما يتحمل. نعم.